أكدت السلطة المحلية في محافظة المهرة استمرار جهودها للحد من أضرار المنخفض الجوي المتوقع أن يضرب المحافظة ومن الأمطار الغزيرة والسيول الناتجة عنه. وقال وكيل أول المحافظة مختار محمد سعيد الجعفري لقناة يمن شباب إن السلطات تواصل استعدادها منذ ورود التحذيرات بشأن المنخفض الجوي، مشيرا إلى عدم تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية جراء الأمطار التي شهدتها بعض المناطق قبل يومين. وأشار الجعفري إلى أن السلطة قامت بعدد من التجهيزات في المجالات الخدمية، منها تعليق الدراسة وإطفاء جميع مصادر الكهرباء في المدارس وتهيئتها للإيواء في حال تسبب المنخفض بأضرار في المساكن جراء سيول الأمطار. أضاف أن جميع الأجهزة الأمنية والدفاع المدني والأطباء والممرضين وفرق الطوارئ الميدانية على أهبة الاستعداد، كما تم تخصيص كميات من المشتقات النفطية للمركبات والأجهزة التي تتطلب ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للحالة المدارية الحالية التي تعيشها محافظة المهرة، نحن بالنسبة لنا في السلطة المحلية برئاسة محافظة المحافظة الأستاذ محمد علي ياسر رئيس غرفة الطوارئ في المحافظة والفريق المعني بهذا الجانب، نتابع الحالة المدارية عبر غرفة العمليات وعبر لجنة الطوارئ بالمحافظة وبالمديريات لمستجدات الحالة المدارية. منذ ليلة قبل البارحة ضربت هذه الحالة المدارية مديريات المحافظة في الساحل وفي الصحراء، إلى اليوم نتابع الحالة والحمد لله رب العالمين لا توجد إلى اللحظة أضرار بالغة سواء في الممتلكات العامة أو الخاصة. نحن بالنسبة لنا كتجهيز وإعداد لهذه الحالة المدارية تم رفع جاهزية القوات المسلحة والأمن الدفاع المدني رجال المرور الجميع في حال جاهزية كاملة لمواجهة أي طارئ. المعنيين في المكاتب المختصة تم إلغاء يوم الخميس من التعليم العام في المحافظة والتعليم الجامعي والمهني أيضا. تم رفع جاهزية أطقم المعنية بالقطاع الصحي في مستشفيات المحافظة والمراكز الصحية. تم الاهتمام بجميع الجوانب المعنية بهذا الأمر سواء كان في المحافظة أو في مديريات المحافظة.